الصيغة الأصح للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا يوم الجمعة طبعا أكثر من الصلاة السلام ثمة صلاة مختصرة وصلاة مطولة. صلاة المختصرة أن يقول الإنسان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والصلاة المطولة أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وثمة أحاديث يذكر فيها الأزواج والذرية، أزواج النبي رضي الله عنهم وذريته عليهم رضي الله عنهم في البخاري وفي غيره، لكن ما قلناه أكمل وأجمل وهي الصلاة التي تعبدنا الله بها في الصلاة المكتوبة تعرف بالصلاة الإبراهيمية. نعم.